صار معي يعني من أوائل عام 2017 فشل كلوي خلال دراستي بالثانوية العامة. خلصت هاي السنة الثانوية العامة ورايح الجامعة السنة الجاية إن شاء الله يعني بعد الزراعة. الفشل الكلوي طبعا أثر يعني محاور عدة، مثلا مثل إنه صرت بدي روح على الغسيل، فالجهد يعني كل دائما بدي روح برجع من الغسيل، في تعب دائما إرهاق، يعني ما بقدر فورا روح أشتغل أو أعمل دراسة يعني. بعدين عندك الوقت يعني بتروح تقضي 4-5 ساعات بين طريق واربع ساعات الغسيل، هي جلسة 3 أيام بالاسبوع، كمان يعني وقت طويل بيروح. لما اكتشفناه بال 2017 بداية 2017 دخل مباشرة صار يعمل غسيل 3 مرات اسبوعيا، كل مرة 5 ساعات، مما يعني شكل كتير عبء نفسي وإرهاق جسدي للعائلة ولإله شخصيا، بالإضافة للعبء المادي والوقت اللي عم يستنفذ منه وتقييد حركة العائلة. هلأ اللي بدي تبرع لي بالكلية والدي، العائلة كلها يعني طرحت علي فكرة التبرع، بس الحمد لله طلع الوالد تطابق يعني 100% وكل شيء تمام الحمد لله. ويس ابني لما عرف انه تم اختياري انا لاقدم له الكليه، هلا كان عنده شعورين متناقضين، بين الفرح انه ابوه حيقدم له الكليه وبين انه هو ما بده انه ابوه يخسر كليه، لكن الحمد لله يعني قدرت بطريقه التعامل وانه انا ارفع له معنوياته، وانه انا وياك بابا حنفوت مع بعض ونطلع مع بعض باذن الله، ما في شيء يعني باذن الله خطر لا علي ولا عليك. قبل العملية يتم فحص المتبرع بشكل دقيق جدا لقياس مدى ملائمته للتبرع بالكلى. يتم مقابلة المريض مقابلة وفحصه فحص كلينيكي، وبعد الفحص يتم القيام بفحوصات روتينية. أهم الشروط للتبرع بالكلى أن يكون المتبرع قد بلغ السن القانونية حسب قانون الإمارات 21 عاما، أن يكون من أقارب الدرجة حتى الدرجة الرابعة لأي من الزوجين، أن يكون المتبرع لائقا صحيا، ويتم إثبات ذلك بعدة فحوصات، فنقوم بالقيام بفحوصات روتينية، فحوصات وظائف الكلى ووظائف الكبد، سلامة القلب، أن يكون بكامل قواه العقلية، وأن يكون المتبرع متفهم لمخاطر العملية والنتائج والعواقب للعملية في المستقبل. العملية بشكل عام هي عملية ناجحة جدا ونسبة المخاطر منخفضة جدا، بس النجاح في الموضوع الزراعة يحكم عليه بنجاح الزراعة بعد عام أو 5 أعوام، فنسبة النجاح عملية الزراعة أن الكلية تعود لوظائفها الطبيعية خلال عام في حدود 97% إذا المتبرع حي، وخلال 5 أعوام نسبة النجاح العملية في حدود 86%، تعتبر نسبة عالية. بسبب الفشل الكلوي لويس لم يستطع ويس دخول جامعة، فإن شاء الله بعد عملية الزراعة ونجاح العملية يرجع ويس للجامعة ويكمل دراسته، وإن شاء الله بعد الزراعة وبعد ما الأمور ترجع لنصابها الطبيعي يستطيع مساولة الحياة الطبيعية إن شاء الله. الحياة طبعا كلها تغيرت، يعني ما عاد صار في إنه والله تعب أو جهد، صرت عم روح الجامعة يعني وقت حرية، بقعد قد ما بدي، برجع قد ما بدي، يعني كلها صارت يعني حرية أكثر بالحركة بالممارسة النشاطات بكله. أول شيء أنا حابب أتشكر الوالد اللي هو أعطاني حياة يعني جديدة، أعطاني كل عضو يعني لحتى أكمل في حياتي. بتشكر الشيوخ الإمارات الشيخ خليفة، الشيخ خليفة الله يحفظه، بتشكر الكادر الطبي كله، بتشكر الوالدة، بتشكر العيلة كلها اللي وقفت معي بهاي المحنة اللي أنا مرقت فيها.